من حوالي 6 شهور. وهنا مهم نتكلم كمان مع دكتور محمد فايز فرحات عن المدى الزمني لتطبيق هذه الحزم الاجتماعية. احنا بنتكلم على الحزمة اللي فاتت كانت من حوالي 6 شهور، الحد الأدنى للأجور وصل 4000 جنيه، وطبعا معاه عدد كبير من التحركات مع شرائح كتير زي ما عددها الأستاذ عماد الدين حسين. كلمنا عن يعني هذا المدى الزمني لتطبيق الحزم الاجتماعية أقل من 6 شهور، وقبلها كمان كان في 2023 أيضا كان في حزمة أخرى. طيب طبعا دي ملاحظة مهمة جدا، انه معدل الحزم الاجتماعية او الحماية الاجتماعية يعني بدأت الفترات الزمنية الفاصلة بينها قليلة، لكن زي ما اشار استاذ عماد هذه الحزمة الاخيرة يعني هي الاكبر وهي الأشمل أيضا، لأنها لا تتعلق فقط بزيادة في الحد الأدنى للأجور أو يعني، لكن هي تضمن أيضا إجراءات أخرى عديدة تتعلق بشرائح اجتماعية مهمة، المعلمين، الأطباء، هيئات التمريض، هيئات التدريس، بالإضافة إلى الشرائح التقليدية المستهدفة من جانب هذا النوع من الحزم الاجتماعية زي المستفيدين من تكافل وكرامة إلى أصحاب المعاشات إلى آخره. لكن ما يعني ما يميز هذه الحزمة الأخيرة أنها تتضمن شرائح نوعية مهمة، واعتقد ليها دلاله مهمه يعني ممكن نناقشها يعني لاحقا. احنا تعودنا على الحزم الاجتماعيه انها فعلا بتكون شامله، سواء في البرامج التمويل المباشر لا اذا كان تكافل وكرامه او غيره من البرامج. هل بتشوف في اختلاف انه هذه الحزمه الاكبر صحيح في الارقام ولكن هي اشمل في حجم الفئات المتضمنه فيها؟ هي الاعلى من حيث الارقام ومعدلات الزياده، لكن هي ايضا تشمل عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، سواء العاملين بالدولة أو المخاطبين بقانون يعني الخدمة المدنية، لكن هناك شرائح منصوص عليها بشكل محدد في هذه الحزمة، تشمل المعلمين، الأطباء، هيئات التمريض، هيئات التدريس، وأعتقد دي تحمل دلالة مهمة. لكن يعني فيما يتعلق بدلالة يعني المدى الزمني أو المدات الزمنية القليلة ما بين حزمة وأخرى، أعتقد أنها بتشير إلى دلالة واضحة فيما يتعلق بالاستجابة السريعة من جانب صانع القرار، سواء السيد الرئيس نفسه أو الحكومة، لمجريات أو للتفاعلات الأحداث الجارية ليس على فقط داخل مصر لكن على مستوى المنطقة وعلى مستوى الاقتصاد العالمي. أول نقطة هو طبعا أن الحرب الروسية الأوكرانية من الواضح أنه لا يوجد أفق لإنهاء هذه الحرب على المدى الزمني القصير، وبالتالي نحن سنظل يعني في حالة التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة أو هذه الحرب على المستوى الاقتصادي العالمي، سيظل يعني موجة الركود التضخمي ستظل قائمة، بل ربما يعني تدخل متغيرات أخرى لتعزيز أو للإبقاء على هذا الوضع الاقتصادي العالمي، منها طبعا ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، منها ما يحدث في منطقة البحر الأحمر. كل هذه الأمور أو هذه العوامل طبعا الاستنتاج الواضح أو الاستنتاج الرئيسي أننا سنظل على ما يبدو في تداعيات الاقتصادية لهذه الأحداث الكبيرة، ولا يوجد توافق ما بين القوى الكبرى لإنهاء هذا الصراع الموجود في أوكرانيا. فهذا يعني أولا، أو المدى الزمني القليل ما بين حزمة وأخرى يعني هو الدولة لديها استعداد كبير للاستجابة لهذه التحديات، وهذا واحد من المؤشرات الأساسية لقياس فعالية الحكومة أو لفعالية عملية صنع القرار، هو الاستجابة السريعة للتحولات أو التحديات التي يواجهها المواطن أو يواجهها الاقتصاد الوطني. لكن بالإضافة إلى ذلك يعني لا في رأيي أنه هذه الحزم المتتالية تشير إلى أن هناك توجه أصيل لدى السيد الرئيس ولدى الدولة والحكومة المصرية في وضع المواطن في هو الهدف الرئيسي لديها. يعني
من الطبيعة أو بعض الحكومات بتتجه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى التقشف، التقشف بمعنى أنها تتبنى موازنات حكومية أو موازنات مالية. ده حاصل عندنا كمان يعني، لكن الرسالة الواضحة هنا أن التقشف لن يأتي على حساب المواطن، أو عندما يتعلق الأمر بالمواطن فإنه فالتقشف هنا يجب أن يكون لها حدود، لكن الدولة هنا أخذت توجها مختلفا، وصنع القرار والسيد الرئيس أنه التقشف لا يجب أن يأتي عند على حساب المواطن، بل بالعكس الاهتمام الرئيسي هو بتحسين وضع المواطن وزيادة قدرته على التعامل مع التحديات أو الأوضاع المالية المرتبطة بالاقتصاد العالمي.